أنابل بالهنا والشفا. لا شخص. إيه الأخبار؟ بالهنا والشفا. لسه هدخل على المكرونة بشاميل. يبقى احنا عشان نعمل الطاجن المكرونه قدامك بكل سهوله بشوف الطاجن اللي انا جايبه البايركس بتاعي هياخد كيس او اتنين من المكرونه القلم، احط مكرونه ميه سخنه بتغلي فيها سنه ملح وسنه زيت، احط كيسين المكرونه واقلبهم لمده 9 دقائق. ماشي بالظبط كده. قال دنتي هنا البصلايه بتاعتي بتاع اللحمه العصاج تبقى شفافه، اول ما تبقى شفافه كده الطاجن بشاميل والجراتان بقى الجراتان من البشاميل. اروح جاي حاطه معلقه ثوم مهروس زي ما انت شايف كده قدامك في اللحم، واجي اعلق على البشاميل يا حسني. البشاميل عندي 3 معالق زبده او سمنه، 3 معالق دقيق، خد بالك من التركه دي، واحورهم كويس قوي كده. 3 معالق زبده او سمنه، 3 معالق دقيق، احورهم كويس جدا، اسويهم كده قدامك اهو، واللبن يبقى دافي. وبعد ما انا حورتهم كده وخدوا اللون الذهبي عشان يبقى ده الرول اللي يربط بتاعي اللبن او الكريمه، شويه ملح، شويه فلفل ابيض، مكعب مرق، تبلتهم كده يا حسني قدامك. اروح جايب لهم يا حسني 6 كوبايات لبن مغلي كده اهو قدامك اهو مره واحده. لبن مغلي مش كده؟ لبن دافي دافي عشان يربط معايا على طول. واضيفهم واقلب واحده واحده على النار بتاعتي زي ما انت شايفه كده قدامك. يبقى عندك زي ما انت شايفه كده قدامك البشاميل 3 معالق زبده او 3 معالق سمنه مع 3 معالق من الدقيق، سنه ملح، سنه فلفل ابيض، وكعب مرق، 6 كوبايات لبن دافي وحسب الطاجن بتاعك. تأكدي ان الرو الزبده والدقيق والملح والفلفل الابيض بتاعك جاب جوه اللبن وانت بتقلبي كده. وهنا عندي زي ما انت شايفه كده قدامك المكرونه بتاعتك بكل سهوله تقلبيها كده من حل لاخر وتغطيها. اللحمه العصاج عندي زي ما انت شايفه البصله والتومه ومعلقه الزيت، احط لها كوبايه لحمه مفرومه او 2 كوباية حسب الطاجن بتاعك. واحده واحده كده، واروح جاي مديها لها 2 طماطم مبشورين، واروح مديها لها شويه ملح، شويه فلفل، شويه بهار لحمه، شويه جوزه الطيب، وسقساء ميه سخنه يا حسني عشان الغليان. سقساء ميه سخنه بتغلي، واقلب كده في البشاميل زي ما انت شايف كده قدامك تفاصيلك، واسيب بقى اللحمه العصاج تستوي.